السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي الحلوين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ريفيجن الخاص بتشابتر 1 كامل. طبعا أنا عايزك بس تفتكر إن إحنا دي ريفيجن، مش بنحكي القصة بالتفصيل، بس إحنا بنتكلم على المين بوينتس أنت تفتكر بيها القصة. بس أنت لو في عندك مشكلة في تشابتر 1 لازم تقراه، يعني لو أنت ما حضرتوش معايا أو مع أي مدرس تاني الستوري فيها تشابتر واقع منك لازم يتقرأ. الشرح بتاعي هيساعدك، بس لازم تقرأ التكست الأصلي علشان تفتكر الأحداث. أما أنت لو أنت كنت مذاكرها كويس معايا أو مع غيري فالبوينتس دي هتفكرك كويس أوي بتشابتر 1. تشابتر 1 في القصة بتاعتنا اسمها The Prisoner of Zenda. بطل القصة بتاعنا اسمه رادل فراسندل، إن هو الستوري تيلر، أبر كلاس بيرسون، إنسان ليزي ولا أكتف إنسان ليزي، وهو ذا مين هيرو ذا مين كاركتر. ده اسمه رودولف راسل. مرات أخوه اسمها روز، دي هي السيستر ان لو، دي مرات الأخ، وكانت كانتس، كانت كونتيسا، وكانت في نفس الوقت هابي ولا أنوايد ذات هي واز ليزي، كانت أنوايد. جابت له وظيفة، هيشتغل مع واحد اسمه سير جيكوب بوريديل. ده جوزها اسمه لورد بيرلزدون، لاسم سهل شوية اسمه روبرت راسنل، وده كان إنسان ريسبونسبل مختلف عن رودل فراسن. رودل فراسن كان إنسان ليزي، لكن أخوه اللي هو روبرت أو لورد بيرلزدون كان إنسان ريسبونسبل، بيبص لمنصبه ك responsibility، أما رودل فراسن بيبص لمنصبه ك opportunity. ده سير جيكوب بريديل. مين سير جيكوب بريديل؟ ده الشخص اللي هيكون امباسادور في خلال 6 مانث، وده اللي روز كلمته عشان رودل فراسن يشتغل معاه. ورودل فراسن اكسبتد ذا جوب ولا ريفيوزد ذا جوب؟ اكسبتد ذا جوب. لسه قدامه 6 مانث فقرر يسافر لبلد اسمها روريتانيا. روريتانيا دي بلد ريال ولا فيكشنال؟ بلد فيكشنال، فيكشنال يعني خياليه. العيله المالكه اللي بيحكموا روريتانيا اسمهم ذا الفبرجز. العاصمة بتاعت روتانيا اسمها ستريلسو، وأحد المدن المشهورة اللي فيها اسمها زندا. القصة اسمها The Prisoner of Zenda، جزء منها بيدور في زندا وجزء منها بيدور في ستريلسو اللي هي العاصمة. رودل فراسن رايح روتانيا عشان يحضر حاجة اسمها كورينيشن اللي هو التتويج. طب ليه رودل فراسن رايح عشان يحضر الكورينيشن؟ عشان في صلة قرابة بين أسرته اللي هي The Rasnell Family والعيلة المالكة اللي هم في روتانيا اللي هم The Elfbergs. القرابة دي جت منين؟ من زمان، أيام في واحدة قريبته اسمها كاونتس أماليا راسندل اتجوزت واحد من العيلة المالكة اللي هم ذا الفبرجز. الالفبرجز دولت مشهورين بحاجتين، ذا ريد هير وذا ستريت نوزز. رودولف رايح روريتانيا هيحضر حاجة اسمها كورينيشن. قلنا يعني ايه كورينيشن؟ يعني التتويج، ان في ملك هيتوج هيبقى كينج اسمه رودولف برضه الفبرج. يعني احنا عندنا كام رودولف؟ اتنين. في رودل فراسن البطل القصة، الإنسان الليزي اللي هي مرات أخوه من ضايقة منه، واللي قرر يسافر لبلد اسمها روتانيا عشان يقضي فيها 6 شهور لسه على ما يقبل يشتغل مع واحد اسمه سير جيكوب بريدل. ده اسمه رودل فراسن. وفي ملك هيتوج في بلد تانية اسمه بلد اسمها روتانيا اسمه رودل إلفبرج، ده الفيوتشر كينج أوف روتانيا. رودل فراسن هيحضر الكورينيشن بتاعت رودل إلفبرج، ده هيطلع إنسان ليزي برضه زي ما احنا خلصنا القصة، أكيد احنا دلوقتي عارفين. رودل فراسنل هيحضر الكونيشن بتاع كينج رودل فيلفبرج. الملك بتاع روريتانيا اللي هو رودل فيلفبرج او رودل فيف لأخ اسمه ديوك مايكل او ديوك ستريلسو، ده اخوه من الاب والام ولا الاب بس؟ ده من الاب بس، اسمه هاف براذر او ستيب براذر، هاف براذر. مايكل ده هيز هاف براذر، وده كان هيز فاذرز فيفريت سون، كان الابن المدلل عند بابا، كان نفسه يبقى كينج. هينفع يبقى كينج؟ لا مش هينفع عشان مش الكبير. فعشان كده طول القصه بقى بيعمل بلانز عشان يبقى كينج. يا ترى هينجح؟ احنا بالفعل عرفنا ان هو في الاخر ما نجحش، وان هو في الاخر دايد لما روبرت هينسو راح علشان يعاقب انطوانيت دموبا. رودل فراسن هيبدا رحلته. يبقى رودل فراسن انسان انجلش من انجلند. في انجلند عرفنا 4 اشخاص، عرفنا رودل فراسن وعرفنا اخوه روبرت وعرفنا مرات اخوه اللي هي روز وعرفنا سير جيكوب بريديل اللي هو هيكون امباسادور في خلال 6 مانث. رودولف قبل الوظيفه، انا هشتغل مع 6 مع سير جيكوب بريديل في خلال 6 مانث. لسه قدامه 6 مانث فقرر يسافر لبلد اسمها روريتانيا. في طريقه هيمر على باريس. طبقا لنصيحه الانكل اسمه انكل ويليام، اي انسان يمر على باريس مفروض يقضي فيها 24 اورز. فرودولف استمع للنصيحه ونزل في باريس، هيقابل 2 من اصحابه، واحد اسمه جورج فيذرلي وده كان شغال في الامبسي بتاعت انجلند في باريس، والتاني كان اسمه بيرترام بيرتراند وده كان جورنالست. رودل فراسنل اتصل بيهم وقعدوا ياكلوا مع بعض في ريستورانت، وعرف منهم اخبار ريستورانت موجود في هوتيل، وعرف منهم اخبار، عرف الاخبار ان باريس فيها ناس مهمه على غير العاده، منهم
في واحدة اسمها أنتوانيت دي موبان، دي أساسا فرنش ليدي بس مش من باريس. اللي جابها باريس رودلف يسأل، فيرد عليه الصحفي يقول له كانت نازلة جست على ديوك مايكل. مين مايكل ده؟ ده أخو الملك. طب اللي كان جاب مايكل باريس؟ ده واحد غني ومعاه فلوس كتيرة وبيسافر كتير، اللي هو مايكل ده. فكان موجود في باريس في يوم من الأيام وكان عامل حفلة كبيرة وكان عازم ناس مهمة. من ضمن الناس اللي كان عازمها كانت واحدة اسمها أنتوانيت دو موبان. فجورج فيدلي برتون برتون اتكلموا على أنتوانيت دو موبان. تاني يوم الصبح رد الفرسنل هياخد القطر من باريس يدخل على دريسدن، المحطة اللي بعد باريس، وبعد كده من دريسدن المفروض هيغير القطر يدخل على روتانيا. ركبت معاه في القطر أنتوانيت دو موبان، كان نفسه يقابل أنتوانيت دو موبان في القطر، ما جاتش فرصة. كان نفسه يكلمها أو يشوفها في الدايننج كور في أثناء العشاء أو الفطار، ما شافهاش، ما جاتش فرصة. في دريسدن أخدوا قطر تاني، من دريسدن دخلوا على روريتانيا. هي كانت بعيد وهي ما شافتش رودولف راسنر. الحدود بتاعت روريتانيا the train stopped، القطر وقف. ليه القطر وقف؟ عشان الحراس يشوفوا their passports. وفي حاجة غريبة حصلت لما الحراس شافوا رودولف راسنر، they stared at him، بحلقوا فيه. why did they stare at him؟ because he looked exactly like the king، لأنه كان يشبه الملك بالضبط. ورودولف راسنل، بس على فكرة الحراس ما قالوش انك انت you look like the king، فرودولف ما كانش عارف ليه الناس بتبحلق فيه. قدام هيعرف ويفهم ويربط الأحداث ببعضيها، بس هو ما كانش عارف في البداية. رودولف راسنل اشترى جنان على الحدود وجد في خبر جديد. الخبر بيقول ان الكورينيشن قدامها 2 days، اما اللي هو في البداية كان معتقد ان قدامها قد ايه؟ كان معتقد ان قدامها 3 weeks، لكن دلوقتي موجود في الجرنان ان هي قدامها 2 days، وكل الفنادق في العاصمة ستريلسو مالها فل. فرد الفصل قرر ان هو ينزل في مكان هادي اسمه زندا، يجد في فندق ببساطة، ويوم الكورينيشن يبقى ياخد القطر من زندا يروح لستريلسو يتفرج على الكورينيشن ويروح. أنتوانيت دو موبان نزلت في زندا ولا كملت في ستريلسو؟ كملت لستريلسو. رودولف نزل في زندا، هيقعد فين في زندا؟ في سمول ان، فندق صغير بتديره مين؟ بتديره الانكيبر وهير تو دوترز وبناتها الاثنين. ورودولف يكتشف ان الانكيبر والدوترز بتوعها مش مهتمين بالكورينيشن. ليه؟ لان اغلب الناس اللي في زندا بيحبوا ديوك مايكل ولا بيحبوا ذا كينج؟ بيحبوا ديوك مايكل. ليه طيب؟ لان مايكل عايش amongst the people loved them for the people مايكل عايش among the people cared for them for the people loved him. اما الملك بالنسبة لناس كتير يعتبر stranger، ناس كتير ما يعرفوش what he looks like. ايه السبب؟ لان اغلب حياته كان قضى حياته abroad وفي ناس كتير ما يعرفوش شكله عامل ازاي. الدليل ان رودولف راسنل يشبه الملك وموجود دلوقتي في الان، والانكيبر وبناتها ما يعرفوش ان هو اساسا شبه الملك. كمان عرفنا ان البنت الكبيرة بتقول ما بحبش ديوك مايكل، بتقول ان the king has got red hair، وان الملك شعره لونه احمر. عرفت ازاي ان the king has got red hair؟ من جوهان. مين جوهان دوت؟ جوهان ده هو السيرفنت بتاع ديوك مايكل. مايكل ليه خادم اسمه جوهان، وجوهان ده كان بيتردد على الان كتير جدا ويعرف البنات ويعرف مامتهم، وكان قال لبنت من البنات ان الملك شعره لونه احمر، has got red hair. وشويه ورودولف قعد يكلم الانكيبر وهير تو دوترز، جوهان يجي ويشوف رودولف راسن ويبقى amazed. ليه يبقى amazed؟ لانه وجد ان رودولف راسن looked exactly like the king. هل جوهان قال له انك انت you look like the king؟ لا، جوهان ما قالوش انك انت تشبه الملك. هل رودولف عارف ليه جوهان مخضوض كده؟ لا مش عارف، معتقد ان هو جايز علشان he looks different او مثلا he looks different clothes او كده يعني. جوهان ما قالوش، فبس جوهان بص لرودولف راسن كده قال له sir have you seen the king؟ انت شفت الملك بتاعنا؟ فرودولف قال له no but I wish to see him on Wednesday during the coronation. ده معنى كده ان الكورونيشن بتبقى يوم ايه؟ بتبقى وينزداي. تاني يوم الصبح رودولف راسنل بيفطر مع الانكيبر وهير تو دوترز. جوهان شافه كان ريلاكسد، ريلاكسد يعني حاسس بارتياح. تفتكر ليه جوهان كان ريلاكسد دلوقتي؟ اكيد كان اطمن بقى ان اكيد ده رودولف راسنل مش هو الملك. ليه؟ لان لو هو الملك هيقعد تفتكر من غير حراسه كده وهيقعد في فندق تعبان زي كده؟ كان زمان قعد في المانشن بتاع مايكل مثلا او في اي حته. فجوهان عرض على رودولف راسنل الأوفر. ايه الأوفر دوت؟ جوهان لأخت غنية مجوزة ريتش تريدر، مجوزة تاجر غني، عندهم لارج هاوس في ستريلسو. جوهانز سيستر كانت عازمة جوهان نفسه انه يقعد عندها في خلال الكورنيشن، اخوها. جوهان مش هينفع يروح،
فجوهان عرض على رودولف الفصن هو يقعد في السيسترز هاوس، قال انت ممكن تقعد في بيت اختي وجوزها، اختي وجوزها عندهم بيت كبير واسع ممكن تقعد فيه في خلال الكورينيشن، هما مش هيمنعوا. فرودولف شكر جوهان وقبل الاوفر وبعت الشنط بتاعته تسبقه للمحطة، وقرر يمشي كام كيلو، 16 كيلومتر 16 كيلو في خلال الغابة لأسباب، عايز يتفرج على الكاسل واحتمال يقابل الكينج. افتكر الشنط ديت ان رودولف بعت الشنط بتاعته تسبق له المحطة ونسيها بقى خالص، وبعد كده قابل الملك وحصل المغامرة بتاعته، وفي شنط هناك مش هيجدوها غير في الاخر خالص لما التشيف ذا بوليس يجي ويجدها وبيدور على صاحبها. لما عيلة رودولف راسن بقى بلغوا ان في واحد ميسنج والكلام ده زي ما احنا في اخر الشابتر، الفكرة تشابتر 8 مرفوع رغم ان هو ملغي يعني مش جاي في الامتحان طبقا للنشرة، بس انت لو اتفرجت عليه هيظبط لك القصة يعني كأحداث وجهة نظري. طيب المهم رودولف الفصل قرر يمشي 16 كيلومترز احتمال ان هو يقابل الكينج وعايز يتفرج على الكاسل. رودولف الفصل مشي لغاية ما وصل للكاسل. وصف الكاسل مهم، كانت اولد، كانت ويل بيلت، مبنيه كويس، محاطه بايه؟ موت. موت يعني ايه؟ يعني خندق زي ما انت شايف في الصوره كده. عشان تدخل الكاسل او تخرج منه لازم عن طريق درو بريدج. يعني ايه درو بريدج؟ يعني جسر متحرك، جسر بيتشد بسلاسل زي ما انت شايف في الصوره فيترفع بالليل. لو احنا رجعنا للصوره اللي فاتت ديت، لو الموت اللي حوالين الكاسل دي اترفع، الدرو بريدج هيبقى في ميه من كل حته، يو كانت جيت ان اور اوت. فرود الفصل مشي لغايه ما وصل هناك والدرو بريدج شافه كمان واتفرج على الكاسل. بعد كده رود في مشي في الغابه ساعه كامله تحت شجره، نام، صحي ووجد شخصين اتنين، وجد مين ومين؟ وجد سابت اند فريتز، وعرف منهم ان هي لوكت لايك ذا كينج. مين سابت وفريتز؟ دولت هم اوفيسرز فور ذا كينج، شغالين عند الملك، دول جنود عند الملك. الكبير في السن ده كان سابت، والصغير او الشاب شويه اللي هو كان فريتز. سابت بان عليه ان هو has got a tough body، وكان كأنه اشتغل في الأرمي قبل كده، يعني باين عليه ان هو واحد كان في الجيش ومهم. وفريتز ده باين عليه جنتلمان زي ما احنا هنعرف بعد كده ان هو المسؤول بقى عن organizing بقى بارتيز وبولز كده للكينج والحاجات للمناسبات العامة ديت. ورودولف راسنل عرف منهم ان هي looked like the king، وعرفنا ان في رودولف يشبه الملك تقريبا في كل حاجة ما عدا ان بق الملك كان ليس وايد، وان رودولف راسنل كان وشه كان ثينر. لكن فجأة سابت قال حاجة خطيرة قوي لرودولف راسنل، رغم ان كنت look like identical twins بس انتوا اكيد مختلفين. مختلفين ازاي؟ فقال له انت يا راسنل كنت شغال في the queen's army، يبقى اكيد انت good with the sword، good swordsman. اما الملك loves food and easy life، يعني الملك ما كانش good fighter. فرودولف لما سمع ان الملك بيحب ايزي لايف قال يبقى احنا على فكره احنا كده لوك لايك ايتش اذر، لان انا كمان بحب ايزي لايف تو. في النص كده كان سابت سمع ان رودولف اسمه رودولف راسنل، فقال كده راسندل راسندل اي نو اي ار يو وان اوف ذا بيرلزدونز. مين البيرلزدونز دولت؟ دولت العيله اللي بيحكموا مش الاول، العيله اللي هم حاكمين جزء معين في انجلند. وافتكر ان اخو رودولف راسندل كان اسمه لورد بيرزن، اللورد بتاعت المنطقه ديت اللي العيله ديت فيها، اخو رودولف يعتبر اللورد بتاعها. فقال له راسندل راسندل ار يو وان اوف ذا بيرزن، فرودولف قال له اساسا اخويا از ذا نيو لورد بيرزن. وهم بيتكلموا مع بعض سمعنا واحد جاي بينادي على سابت وفريتز، سابت فريتز، وفجأة فريتز قال اتس هيم اتس ذا كينج هيز كامينج هير ناو. وفجأة نشوف ان الملك يجي ويشوف رودولف راسنل ويبقى اميزد. باستثناء سنتي او اتنين، سنتيمتر اور تو ديفرنس ان هايت، رودولف بيقول انا كان ممكن اكون ذا كينج اوف روتانيا، وذا كينج اوف روتانيا كان ممكن يكون انا. يعني باختصار تشابتر 1 ملخصه كالاتي في نص دقيقة. واحد ليزي اسمه رودولف راسنل، مرات اخوه انهابي ان هو ليزي، دبسته في وظيفه، هيشتغل مع واحد اسمه سير جيكوب بريديل، هيبقى امباسر في خلال 6 مانث. رودولف فاضي يعمل ايه في خلال ال 6 مانث؟ قرر يسافر لبلد اسمها روريتانيا. في طريقه مر على باريس، قابل اتنين من اصحابه وركبت مع انطوانيت دامبا، خد قطر من باريس لدريسدن وقطر تاني من دريسدن لروريتانيا. على الحدود الحراس وقفوا القطر عشان يشوفوا دير باسبورتس. رودولف نزل في زندا لما عرف ان الكورونيشن اتقدمت وانطوانيت كملت لروريتانيا. في زندا قابل الان كيبر وهرت دوترز، وقابل جوهان وعرف وجوهان عزم انه يقعد في السيسترز هاوس. ورودولف راسندل
قرر ان هو يمشي في الغابة جايز يقابل الكينج اللي عرفنا انه موجود هنا بيصطاد، والملك بيصطاد لان مايكل كان عزمه يقعد عنده في الهانتنج لودج. فرودولف قرر يمشي في الغابة احتمال يقابل الملك، مشي بالفعل اتفرج على الكاسل تحت شجرة نام، صحي وجد سابته فريتز وشوية قابل الملك. Thank you very much. I hope you enjoyed it. دلوقتي احنا هنحل مع بعض التمارين اللي هي موجودة في الملزمة اللي هي تشوز او بعضها على الاقل حالا دلوقتي. في طلبة كتير قوي مش عارفين ينزلوا ملف البي دي اف او مش عارفين يجدوه فين. ببساطة جديدة انا بدخل على التشانل بتاعتنا في يوتيوب، لو انا مش عارف بوصل لها ازاي انا بكتب يوتيوب ببساطة، وبعد كده في السيرش بكتب مستر حسام، حسام نجم هتلاقيه موجود اساسا، ما فيش حسام نجم هناك غيرنا. او في طريقة تانية انا ممكن ادي يوتيوب بتاعنا يوتيوب اهوت، وبعد كده بكتب حسام نجم بعدها على طول برضه هوديك لنفس المكان. احنا لنا اوفيشال تشانل دلوقتي، في هتلاقي في عندنا الفيديوهات ادي ليكتشر 1 وادي ترانسليشن، ودي حاجات كنا نزلناها بس هي اتلغت. ادي ليكتشر 1، ليكتشر 1 ده الديسكريبشن، ده الديسكريبشن يا جماعه اللي بنقول للناس لحظه واحده. ادي الديسكريبشن اهوت، ده الديسكريبشن. ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تعمل شير. ولو انا ضغطت كده على شو مور، ادي شو مور ديت، هنلاقي الديسكريبشن ينزل. في هنا مكتوب يو كان داونلود ليكتشر 1 بي دي اف فايل هير، هنتك على الاداه دلوقتي اهوت. فهندخل كده على ميديا فاير، ميديا فاير ده في ملف يعني موقع لتحميل الملفات ما فيهوش اعلانات ما فيهوش اي حاجه يعني ما فيهوش مشاكل. تضغط على داونلود وكده بيتسيف عندك في الكمبيوتر. بعد ما يتسيف في الكمبيوتر طبعا تبقى عارف انت سيفته فين. بعد ما يخلص ادي المكان بالنسبه لفايرفوكس اللي بيتنزل فيه، بفتحه وادي الملف اللي نازل، ادي ملف اللي هو البي دي اف اللي هو مفروض اللي هو اتبعت لك. احنا دلوقتي هنبدا في الستوري، الستوري موجوده في بيج تقريبا 7 بعد في بيج 8 في بيج 7 تقريبا احنا هنا دلوقتي في بيج 7 اهوت. هنبدا مع بعض كده في بعض الاسئله ندردش فيهم مع بعض. Question number one, what did Rose blame Rasnal of for being rich ولا for being doing nothing useful ولا for being a good swordsman ولا for loving to travel always؟ فالاجابه طبعا for doing nothing useful. Number two, what special event is going to take place in Ruritania؟ فالإجابة there will be a war ولا there will be a new king ولا there will be a new duke ولا there will be a wedding؟ فالإجابة there will be a new king اللي هي الكورينيشن. Number three, who is Lord Burlesdon؟ فالإجابة he is the new ambassador, he is the king's brother. He is Rasnal's brother ولا he is a journalist in Paris؟ فطبعا he is Rasnal's brother. Number four, what was Rasnal always looking for before he traveled to Ruritania؟ Responsibilities, opportunities, jobs ولا sword fights؟ فكان بيدور على opportunities. Number five, what reason does Rasnal give Rose for being lazy؟ He comes from an important family. He doesn't have a good job. He doesn't have skills. He doesn't like traveling. He comes from an important family. لما قال لها إننا from the Rasnal family و our family doesn't need to work. Number six, Space invited Rasnal to stay in his sister's house in Strelso. دي سهلة، يبقى جوهان. Seven, how is Robert Rasnal different from Rudolf? Robert speaks more languages ولا Robert has more money ولا Robert has read her ولا Robert is more responsible؟ فالإجابة إن Robert is more responsible، مسؤول أكتر. Robert speaks more languages، مع رودولف برضو talks أو speaks many languages. Robert has more money، هما الاتنين rich. Robert has red hair، اللي كان عنده red hair كان Rasnal مش روبرت، يبقى الإجابة إن هو Robert is more responsible. رودولف Rasnal came from a poor, royal, wealthy ولا Ruritanian family؟ الإجابة طبعا تبقى wealthy. افتكر ان رودولف راسل ما كانش من رويال فاميلي، مش من عيله مالكه، من عيله مهمه هاي كلاس تمام لكن مش عيله مالكه.
Number 9, when Rosnell was in Ruritania, he read that the coronation was to be in 2 days time, ولا 3 weeks time, ولا 3 days time, ولا a month. الإجابة يبقى 2 days time. افتكر ان هو كان معتقد ان قدامه 3 weeks، لكن لما نزل هناك في على الحدود في زندا واشترى الجرنان وجد ان في خبر جديد بيقول ان coronation قدامها 2 days time، وكل الفنادق في العاصمة استرلسو كانت full، عشان كده رودولف قرر ينزل في زندا. Number 10. Rudolf and the Space got in the same train. فالإجابة طبعاً فريتز ولا روز ولا سيرجيكو ولا أنتوانيت. فالإجابة هي أنتوانيت دموبا، هي اللي ركبت معاه في نفس القطر. Who is the Duke of Strelso? He is Rosnell's brother. ولا he is the true king of Ruritania. ولا he is the French ambassador. ولا he is the half-brother of the king. ده هو Duke of Strelso، هو مايكل، فيعتبر the half-brother of the king. Number 12. Sir Jacob Bredil was going to be space in 6 months. Sir Jacob Bredil هيبقى في خلال 6 months، هيكون king ولا ambassador ولا duke ولا journalist. فالإجابة طبعا ambassador. Number 13. Space is the capital of Ruritania. زندا ولا باريس ولا لندن ولا استريلسو. فthe capital of Ruritania هي استريلسو. أمال زندا، زندا دي أحد المدن المهمة. Number 14. Space came with Rudolf to the station to see him off. See him off يعني يوصله. مين اللي كان جاي يودع رودولف راسنا وهو بيركب القطر رايح طالع من باريس؟ كان طبعا جورج فيذرلي. أمال بيرترام؟ لا، بيرترام ده كان صحفي، مش هو اللي كان بيوصل رودولف. اللي كان بيوصل رودولف كان جورج. اللي ركبت مع القطر كانت أنتوانيت دو موبا. Number 15. Bertrand de Space was a famous journalist in Paris. ولا worked at the embassy. ولا was Rosnell's half-brother. ولا advised Rosnell to stop at Paris. The Bertrand was a famous journalist. ولا worked in the embassy. كان famous journalist. طب ليه مش worked at the embassy؟ اللي كان شغال في الامبسي كان جورج. طبعا ما كانش half-brother بتاع راسنل، ولا كان نصح راسنل يقعد في باريس. اللي كان نصحه كان أنكل ويليام. Number 16. Why did Rosnell decide to stop at Zinda on his way to Ruritania? He was following the advice of Uncle William. ولا he wanted to meet the king there. ولا the coronation was earlier than he expected. ولا he wished to see the king who was hunting there. الإجابة لأن he was the coronation was earlier than he expected. اللي هي number C. لا، نقرأ السؤال تاني كده بالراحة. لرسن قرر انه يقف في زندا. طبعا ما كانش نصيحة أنكل ويليام. أنكل ويليام كان نصح ان اي انسان يمر على باريس مش على زندا مفروض يقضي فيها 24 hours، وما كانش عاوز يقابل الملك هناك في زندا، وما كانش يعرف الملك في زندا اساسا. ونمبر دي، هي wished to see the king who was hunting there. ما كانش يعرف الملك اساسا بيصطاد هناك في زندا اساسا الا بعد ما نزل وعرف ده من الانكيبر. فهو كان نزل في زندا علشان عارف ان الكورونيشن كانت earlier than he expected. نمبر 17. Where was the king staying in Zinda before the coronation؟ كان قاعد فين؟ in the hunting lodge ولا in the small inn ولا in Turlenheim ولا in the mansion؟ فالإجابة he was staying in the hunting lodge. الملك كان قاعد في الهانتنج لودج بتاع مايكل. Number 18. Unlike the innkeeper, the elder daughter Space hated the king ولا liked Max Holf ولا liked Flavia ولا didn't like Michael. ال elder daughter didn't like Michael، ما كانتش بتحب مايكل على عكس مامتها واختها التانية. هي قالت كده I don't like Duke Michael. What did the guards do to Rosnell at the Ruritanian borders? They arrested him ولا they searched him ولا they stared at him ولا they treated him badly. الإجابة they stared at him. يعني stare at him يعني بحلق فيه. الحراس عمل إيه رودولف؟ they stared at him. طبعا ما قبضوش عليه ولا فتشوه ولا الكلام ده، ولا treated him badly. Number 20. Rosnell hoped to see the king or not at the coronation on Monday ولا Sunday ولا Wednesday ولا Friday. هي كانت Wednesday. ده سؤال رخم لقيته في أحد الكتب الخارجية، فأنا قررت أن أجيبه لكم علشان لما تشوفوه ما تتخضوش. فاكرين لما جوهان سأل رودولف راسنل كده وهو لما كان بيحلق فيه، قال له Sir, have you seen the king؟ فرودولف قال له No, but I wish to see him on Wednesday في خلال coronation. يبقى coronation كانت يوم Wednesday. Number 21.
Why was the king in Zenda? He was invited by Michael, ولا he was invited by Flavia, ولا he was invited by the innkeeper, ولا he was invited by a relative of Fritz. He was invited by Michael. Michael invited him to rest before the coronation. Number 22. Antoinette was going to Naat when she took the same train as Rosendahl. Antoinette was going to Paris ولا زندا ولا ستريلسو ولا لندن was going to ستريلسو. احنا عرفنا ده لان هي منزلتش في زندا زي رودلف روسن, هي كملت لي ستريلسو. في 23 روبرت believed that space is the best way to get into politics, writing a book. هو عايزين نفتكر كده مع بعض بعض التفاصيل البسيطة. ان لما فلافيا عرفت ان رودولف راسن ما قالهاش ان هو رايح زندا ولا انه رايح روتانيا, رودولف راسن قال لاسرته ان هو رايح الالبس, جبال الالب, وهو علشان كمان ما ياخدوش خلفيه ان هيروح هناك يقضيها بقى انتخى, فقال لهم he's going to write a book about the social problems in the Alps. ففلافيا انبهرت, اسف روز انبهرت, you are going to write a book, that will be a good idea, مش كده يا روبرت؟ وبصت لجوزها فروبرت قال لها yes, writing a book is the best way to get into politics. فروبرت معتقد ان writing a book is the best way to get into politics. احنا هنكتفي بتشوز بشوية دولت, انت هتكمل الباقي كده, وكل حاجة دي انت تاخد لها اجابات. هنشوف كده كم سؤال في الاوبن اند دولت, وبكرر تاني انت تاخد الحاجات دي كلها اجابات, بس مش هتاخد الاجابات الا لما تخلصها حل, وهتتبعت لك الاجابات بقى عن طريق الواتساب, واحتمال نرفعها على الجروب. Do you think Rudolf Rosner was lazy? Why or why not? دي اسمها critical questions. الcritical thinking questions ديت ينفع فيها كذا حل. Do you think he was lazy? Yes, he was lazy. دي ما فيش فيها اختلاف لان كل الناس عارف ان هو كان lazy. بس انت yes, he was lazy because he didn't want to work. We came from a rich family. We all ان he doesn't need to work. كده يبقى انت قلنا why. لكن ممكن تقول no, I don't think he was lazy. ليه؟ لان ممكن تذكر qualifications بقى. في الحاجات ديت ممكن تنفع فيها اجابتين, بس بشرط تجيب في اجابة تكون logical. لو عايز تقول no, he wasn't lazy, بس يا سلام لو وضبطها قوي, يعني he wasn't lazy all his life. ليه؟ Because he was he graduated from German school and German university, he was a good swordsman who knew how to ride a horse, we speak in many languages, فممكن تقول ان he wasn't lazy, بس هتكمل كده all his life. Number two, why do you think Rosendahl decides to go to Ruritania for the coronation? ليه قرر يروح روتانيا في خلال الكورونيشن؟ الإجابة because he has got 6 months before working with Sir Jacob Bordel. رودولف كان ريتش ولسه قدامه 6 شهور, فقرر يعمل فيهم ايه, يسافر روتانيا يحضر فيها الكورونيشن. Number three, has Rosendahl been lazy all his life? فدي اكيد no. No, he hasn't been lazy all his life because he was a graduate of German school and German university. We speaks English as well as German. بتكلم كمان Italian and Spanish. We're good swordsman. We're good at using at riding horses. Number four. How do you think Rudolf Rosner is different from his brother Lord Burlesdon? أخوه روبرت أو لورد بيرلزدون بيبص لمنصبه ك responsibilities. أما رودولف رسنل بيبص لمنصبه ك opportunities. رودولف رسنل كان إنسان ليزي, لكن لورد بيرلزدون كان إنسان responsible. What kind of work does Rudolf suggest? Rose suggest Rudolf should do? يعني he should do should work with Sir Jacob Bordel, who is going to be an ambassador in 6 months time. Why did Rosner stop at Paris on his way to Ruritania? قرر ليه يقف في باريس. He was following the advice of Uncle William, اللي هو كان بيقول إن any person who passes through Paris should spend 24 hours there. Why did Antoinette de Maubas come to Paris? She was invited by Duke Michael. She was a guest of Duke Michael. Michael invited her. Number eight, why didn't Rudolf tell his friends, friend George, that he was going to Ruritania? لأن جورج, لو رودولف كان قال لجورج إنه رايح روتانيا, جورج would have told Bertrand زميله اللي هو الصحفي دوت, وبرتراند ده would have written about that in the newspaper, والخبر ده the news would have reached Rosner family. لكن رودولف رسنل كان إنسان secretive و didn't want to tell people where he travels. Okay, number nine,
Why did Rudolf Rasen decide to stop at Zenda on his way to Britannia? Because he read in the Times newspaper that the coronation was to be in 2 days' time. كل الفنادق الموجودة في العاصمة استرلسو كانت full. فرودلف راسن decided to stay in Zenda to watch the castle, اتفرج على الكاسل, we to find a place in a good hotel, in a quiet hotel. ويوم الكورونيشن باي بياخد a train to استرلسو to watch the coronation and go back to his country. Why did most people of Zenda like Duke Michael more than the king? اللي بيحبوا مايكل أكتر من الملك لأن مايكل lived amongst them, cared for the people, for the people loved him. أما الكينج كان stranger, ناس كتير ما يعرفوش what he looks like. إحنا نكتفي بـ number 10 وإنت هتحل الباقي لوحدك, وبكرر تاني الحاجات دي تاخد لها إجابات, إجابات هتتبعت لك كـ PDF. الإجابات غالبا هتتحط على الجروب. ما اعتقدش ان انا ممكن احط لك اجابات تحت الفيديو على اساس ان انت ما تنقلهاش كده, احتمال تتبعت لك على الواتساب. هنشوف لسه عامه ده ممكن ياخد الاجابات هي جاهزه بس على تاخد يومين ثلاثه. شكرا ليكو, واتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا. وبكرر تاني انت اللي عشان تستفيد بالحاجات بتاعتنا كده, اوعى انك انت مجرد تقضيها انك انت قاعد تتفرج على فيديو وخلاص كانك تتفرج على فيلم. انت لازم تبقى انتر اكتف, والواجب اللي انت اديناهولك دلوقتي تحله لوحدك, ولو في حاجه وقفت معاك تسالنا فيها هنرد عليك وهنهتم بيك. وتحياتي مستر حسام نجم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد.